مشروع قانون 1/13 ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرات الامر بالاداء من القسم الرابع من قانون المسطرات المدنيه والماده 22 من القانون رقم 5395 القاضي باحداث المحاكم التجاريه. كلمه للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات النائبات، السادة النواب، يقوم الاستثمار بدور بالغ الأهمية في تحريك عجلة الاقتصاد لما يوفره من فرص الشغل. ونظرا لتأثر الاستثمارات الأجنبية والوطنية سلبا وإيجابا بمدى تطور المساطر الرامية إلى تحصيل الديون، فقد عملت الحكومة على إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تطوير آليات حل المنازعات التجارية، إيمانا منها بأنه كلما قلت تكلفة هذه المصادر من حيث الوقت والمصاريف كلما كان حجم هذه الاستثمارات أكبر، على اعتبار أن ثقة المقاولات في الحصول على حقوقها تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات وإلى تزايد رقم المعاملات التجارية، علما أن هذه الثقة لا تكون إلا مع وجود قضاء فعال في مجال استيفاء الدهون المستحقة. وفي هذا الصدد التزمت وزارة العدل والحريات بالعمل على تطوير الآليات القانونية التي تمكن من تحقيق هذه الغاية، وعلى رأسها مصدرة الأمر بالأداء التي تم سنها بغية تحقيق السرعة في استيفاء الديون، نظرا لما تتميز به من بساطة في الإجراءات وقلة في التكاليف. إن مصدرة الأمر بالأداء، حضرات السادة والسيدات، كما هي منظمة بمقتضى الفصول 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية، تعد استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، ذلك أنها تمكن الدائن من استيفاء دينه المستحق بموجب سند بأمر من رئيس المحكمة وفي غياب الخصم. وإن كانت هذه المسطرة قد شهدت تطورا ملحوظا بعد إنشاء المحاكم التجارية سنة 97، بحيث أصبح الأمر بالأداء الصادر عن رؤساء هذه المحاكم في المعاملات التجارية مشمولاً بالنفاذ المعجل، خلافاً للأمر الصادر عن رؤساء المحاكم الابتدائية في المعاملات المدنية، نظراً لما يقتضيه ميدان الأعمال من إجراءات تتطلب السرعة والنجاعة القضائية. فقد أظهرت الممارسات القضائية لهذه المسطرة منذ سنها، سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو المحاكم التجارية، إخلالات بنيوية حالت دون تمكينها من تحقيق الغاية التشريعية من سنها. فمن جهة كشفت الممارسة القضائية أن بعض المدينين الذين صدرت في حقهم الأوامر بالأداء لا يلجؤون إلى ممارسة الطعن بالاستئناف إلا بغاية التسويف والمماطلة. ومن جهة أخرى تبين أن سقوط القانون عن بيان حدود اختصاص محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف الأمر بالأداء نتج عنه تضارب واختلاف في العمل القضائي الصادر عن هذه المحاكم، إذ منها من يكتفي بمعاينة وجود المنازعة الجدية المثارة من قبل المدين المستأنف دون إمكانية الفصل في هذه المنازعة، مع الاكتفاء في هذه الحالة بإحالة الأطراف على محكمة الموضوع، نظراً للنظر في النزاع وفق الإجراءات العادية للتقاضي باعتبار أن هذه المسطرة مسطرة استثنائية. ومنها، أي من المحاكم، من ذهب في اتجاه مخالف، وذلك بالتصدي للنظر في المنازعة في الدين موضوع الأمر بالأداء بعد الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء من الإجراءات التحقيقية كالخبرة أو غيرها المعمول بها في هذا الباب. هذا التضارب في العمل القضائي من جهة، وتحايل بعض المدينين في استعمالهم لحق الطعن بالاستئناف من جهة أخرى، أدى إلى التفكير في إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لهذه المسطرة حتى تكون أداة ناجعة لتحصيل الديون المستحقة خاصة في الميدان التجاري. لأجل ذلك، وبغية الحفاظ على التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة، أصبح من الضروري معالجة هذا الموضوع من خلال تعديل مقتضيات الفصول 155 156 158 159 160 161 162 163 عفوا 164 بدل 163 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وذلك بإلغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأمر بالأداء وتعويضها بالطعن بالتعرض عن الأمر المذكور، توفيرا للوقت وحفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين.
بحيث إذا كانت المسطرة الحالية تتم عبر المراحل التالية: أمر صادر عن رئيس المحكمة فطعن أمام محكمة الاستئناف لتحال القضية من جديد على محكمة الموضوع في إطار الإجراءات العادية التقاضي، ثم يطعن في الحكم الصادر في هذا الإطار أمام محكمة الاستئناف، فإن المسطرة المقترحة في مشروع التعديل ستختزل في 3 مراحل: أمر صادر عن رئيس المحكمة ليحال بعد ذلك في إطار التعرض على محكمة موضوع، ثم يطعن في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. كما أن من إيجابيات هذا التعديل توحيد المسطرة المعمول بها في إطار الأمر بالأداء بين محاكم المملكة، بحيث ستصبح الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل على غرار الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم التجارية، كما ستصبح الإقرارات الثابتة بمقتضى سندات عرفية الصادرة بين التجار تقبل مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم التجارية، وهو ما سيرفع من نجاعة وفعالية هذه المسطرة. جدير بالذكر حضرات السيدات والسادة أن مشروع هذا التعديل التشريعي ينتظر منه أن يرفع من تنقيط بلدنا في التقرير السنوي الذي ينجزه البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مختلف دول العالم، والذي يتضمن ترتيبا سنويا للدول بحسب درجة استجابتها لحاجيات الاستثمار، وهو ما سيكون له أثر إيجابي لا محالة على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني واختصار مسطرة التقاضي وإنجاز فعالية على مستوى التقاضي. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير.